نحب نقول شفنا ستاتيو البارح باقتراح من صديقي الإعلامي زهير لطيف قريبا في تونس لدعم المجهود التنموي والسياحي لتونس دون مقابل فقط لأني أحب تونس. هذه قالها النجم المصري نمبر وان محمد رمضان. دونك حبينا نشكروه. ناخذ فكرة صغيرة معنا مباشرة من القاهرة النجم العربي نمبر وان محمد رمضان. أستاذ محمد مرحبا بك في تونس، أول مرة تحكي مع وسيلة إعلام تونسية، حبيت نقول لك شكرا لك ويشرفنا أنك تكون معنا. مرحبا حبيبي أستاذ نوفل، تحياتي لكل الحضور وللمشاهدين الجمال والشعب التونسي الشقيق الغالي. يعيشك مرحبا بيك. مع العلم انه رو قدومك لتونس تأخر نوعا ما، خاطر درت وتجولت في الاغاني في السينما في غيره كل الدول العربية، عنا عتاب عليك انه تأخر قدومك لتونس. والله يعني اكيد غصب عني، يعني ما جاتليش الدعوة المناسبة في الوقت المناسب، ولكن احنا نقول كل تأخيرة وفيها خيرة، يعني اكيد ربنا عايزنا نروح في الميعاد الافضل ان شاء الله. ان شاء الله. ومرحبا بك الاعلامي الاستاذ زهير لطيف، وصل البارح لمصر وكان عندك معه لقاء وبسرعه اخذت قرار فرحنا، حفله دون مقابل في تونس. نحب نشكرك شكرا، ونستناو اكيد باش تطور الامور واكيد باش تكون في الفتره القادمه. شكرا لك استاذ وشكرا على القرار هذا. الله يخليك، لا شكر على واجب. وتونس ومصر يعني تونس ومصر في معزة واحدة بالنسبة لي، وبعدين يعني تنشيط السياحة التونسية والتنمية الثقافية التونسية هي لا تقل أهمية عن تنشيط السياحة المصرية اللي أنا بعملها، سواء بزياراتي المحافظات بلدي. فمن هنا يعني يعني بدأ الحديث ان هو بيقول لي ان لازم تيجي تونس كزيارة وتزور المناطق السياحية، وهل الزيارة دي بيبقى ليها طلبات؟ قلت له لا طبعا مفيش طلبات، يعني ده حق عليا وده واجب. احنا مش العروبة دي مش بالاسم، وبعدين احنا بتجمعني بتونس مش بس عروبة، احنا اولاد قارة واحدة، احنا افارقة وعرب وبيجمعنا اشياء كتير جدا جدا جدا. والشعب التونسي صاحب فضل كبير عليا منذ بدايتي، وبمشاهدتهم ليا اللي بتحقق يعني مشاهدات عالية، فبالتالي اسمي بيكبر اكتر. وربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والشعب التونسي شعب صاحب فضل كبير عليا ودعمه بيوصلني. انا ما رحتش تونس جسديا، ولكن في ظل التطور اللي احنا فيه والتكنولوجيا انا بقدر المس اهتمام الشعب التونسي باعمالي ومشاريعي، وانا طول عمري مرتبط بيهم وبتابعهم زي ما هم بيتابعوني بالظبط. واضح ونعرفوا انه أرقام قياسية لم يحققها أي فنان عربي عبر اليوتيوب في نسبة المشاهدات وغيره. نمبر وان كما تقول غنيتك، وهذا كان معناتها حكاية برشا، ولكن الأرقام المليارية اللي قاعدة تحقق فيها كليباتك وحفلاتك وغيره تخليك نمبر وان بعيد على الناس الكل. تو نزيدو نحكيو أكثر في هذا، ولكن شكرا لأنك باش تقوم لدعم المجهود السياحي في تونس. حبيت نسأل، هل صحيح انه تخمم في فترة مقبلة باش نقعدوا فرد اطار انك تدخل مجال الاستثمار السياحي او الفني، او يعني عندك مشاريع في الفترة المقبلة من نوع هذا؟ والله يعني انا ما فهمش اي حاجة يا استاذ نوفل خارج الاطار الفني، يعني انا فقط انترتينر، فاحب كل ما له علاقة بمهنتي فقط، سواء تمثيل، غناء، مسرح، دراما، سينما، اعلام. ان انا يعني ده اللي انا بفهم فيه وده اللي انا منشغل بيه، ولكن البيزنس بتاع ناس مختصين وناس شاطرين اكتر في الاقتصاد وفي الاستثمار وفي هذا القطاع العريض. احنا دورنا ان احنا نعمل ماركتنج لبلادنا
وإن إحنا نحاول نلقي الضوء على كل ما هو جميل في بلادنا العظيمة. وأعتقد تونس يعني تستحق ده بشكل كبير، بلد جميلة وتستحق إن إحنا نلقي الضوء على كل ما هو جاذب للسياحة الخارجية، يعني سواء للعرب أو حتى الناس خارج الميدل إيست، إن هم يعرفوا إن في بلد جميلة وبلد يقدروا يزوروها وشعبهم مضياف وبلد متذوقة للفن ومتحضرة بشكل كبير. ده دورنا كفنانين، إنما الاستثمار ليه ناسه يعني. ما واضح يعني واضح خليك في الفن بس. واضح. أنت كنت ديما تحكي في حواراتك أنك تعمل كثيرا، برشا ناس وقتها ينقدوك، أكثر من فيلم، أغاني، مسلسل. قلت لهم أنا من اللي نستفيق الصبح للي نام وأنا أشتغل، وربما رجعت بينا للسنوات الذهبية بين ظفرين متاع السينما، اللي الفنان كان يعمل زوز ثلاثة أفلام في السنة، وشغلك كثير معناتها مهم لأنك تحب تدخل أي مجال. شكرا لأنك قلت مجانا، لأنه نعرفك أنك من أغلى الفنانين العرب، مع حفلاتك وغيره وغيره يلزمها برشا إمكانيات. شكرا لأنك قلت في تونس مجانا، وهذا دليل على كرم منك، وأكيد باش يستقبلوك في تونس استقبال مميز. توضيح، لا ده كرم من الشعب التونسي، وما يعني ده أقل واجب. أنا مش لقدر الله، مش يعني أنا مهما عملت مش هوفي الجمهور التونسي حقه. يعني هو من أكتر الدول اللي ساهمت في صناعة اسمي، ومهما أنا عملت يعني يدوب هبقى برد جزء صغير جدا من الجميل اللي الشعب التونسي عمله معايا بمتابعته وباهتمامه بيا كممثل وكمغني. أنا بيوصلني إحصائيات يا أستاذ نوفل، بعرف اللي سمعوني منين، من أي دولة، واللي شافوني من أي دولة. فتونس من الدول اللي ساهمت في صناعة محمد رمضان، فأي شيء أنا بعمله يعني أنا ما ردتش 1% من جمايل الشعب التونسي عليا، فده أقل واجب لحضرتك. واضح. تجربتك الموسيقية ربما تتحب في تونس، لأن يعني تونس من أكثر البلدان العربية اللي مغرومة بالراب والهيب هوب والرنبي، معناتها والبوب وغيره، أكثر دول نتقبلوا التجارب الموسيقية هذه، لأنه عنا بارشا رابريد في تونس ويحبوا الفن هذا. دونك طبعا أصدقائي كتير، بارتي ونوردو وكتير جدا أصدقائي، وطبعا النجمة العظيمة دي من أقرب أصدقائي، لطيفة، أي تحية ليها الفنانة الكبيرة. أي النهاردة كلمتها قلت لها أنا عندي مداخلة مع الأستاذ نوفل، قالت لي ده من أهم الإعلاميين في تونس وهتستمتع بلقائك، وقالت كلام جميل جدا. عايشك، تحية لها، هي فنانة كبيرة ونحبوها. أنت قلت بلطي وغيره، والله ديو مع تونسي انتظرني، خاطر في الراب والرنبي والبوب والهيب هوب، والله ديو مع بلطي أو معايا رابر آخر سمارة وسنفرا تكون تجربة ممتازة أستاذ محمد رمضان. إن شاء الله إن شاء الله. ويعني برضو أنا اشتغلت مع متري جيمس هو فرنش أرتس، ويعني يمكن أنا عرفت متري جيمس من الجمهور التونسي والجمهور المغربي والجمهور الجزائري، لأن هما بيسمعوا أو مهتمين بالموسيقى الفرنسية بشكل كبير. فبرضو كنت سعيد جدا بالتعاون ده، وإن شاء الله أعمل حاجة في تونس، يسعدني طبعا. أنا واضح محمد رمضان نجم العربي 2025 أكيد فما حفلة محمد رمضان في تونس، نقوله في مهرجان قرطاج إن شاء الله، أو ربما في ملعب كبير في المنزهة أو غيره، لأنه جمهورك كبير. كان الأستاذ نجيب شوير رجل أعمال معروف يعيط لك مايكل جاكسون العرب. أكيد توعدني أنه 2025 فما حفلة في تونس من حفلاتك الكبار اللي تعمل فيهم وبأسلوب متميز. والله يسعدني ويشرفني طبعا طبعا إن شاء الله، وأنا بوعد الجمهور التونسي إن شاء الله بزيارة، سواء في حفلة أو ما فيش حفلة، أنا بتمنى أزور تونس إن شاء الله. ويعني لأن يعني ده حق عليا، وإن أنا أصل رحمي، لأن ده مش يعني دول شعبنا الغالي،
ولازم يكون في زيارات كتير ان شاء الله، لان بصراحه عيب ان انا اكون لحد النهارده ما زرتش تونس ولا مره. فان شاء الله قريب جدا باذن الله اكون في تونس ان شاء الله يا ربي. مش باش نطول معك برشا لانه هذا لقاء اولي، وان شاء الله يكون معنا لقاء في مصر، ونتشرفنا ايضا لما تجي لتونس تنورنا. فقط لي برشا برشا مساجات يحبوا يعرفوا. للاسف يظل نجم محمد رمضان، عندك عمل رمضان المقبل ام لا؟ والله يعني الفكره ان انا مشغول دلوقتي بتصوير فيلم اسمه اسد، ان شاء الله يتعرض في مهرجان كان في مايو 2025، وهو ده اللي بسببه يعني لسه ما مش عارف مش هقدر اعمل مسلسل رمضان اللي جاي. حتى الان يعني ما فيش وقت يسمح ان انا اعمل مشروع يليق بالجمهور ويليق يعني بانتظارهم، لان انا غبت كمان عن رمضان السنه اللي فاتت. فانا بوعد الناس ان مش تكون يظهر لي اول مره تغيب رمضانين ورا بعض. بالظبط اول مره اغيب فعلا سنتين ورا بعض، ولكن الغياب سببه ان ما ينفعش اظهر بشيء متوسط، يعني لازم اظهر بشيء يليق بالجمهور العربي العظيم، واعمل لهم شيء يكون افضل من كل اللي فات، افضل من الاسطوره وجعفر العمده والنحلال ونصر السعيد والبرنس والاعمال اللي عجبتهم. فدي مسؤولية كبيرة، فلازم يعني يوم ما هعمل مسلسل إن شاء الله يكون بقد المستوى. واضح، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يوفقك. هذا ما كانش حوار، هذه كانت مصافحة أولى، أكثر منها شكر ليك على كلامك الحلو على تونس، ونقولوا لي احنا في انتظارك، وإن شاء الله يا ربي نشوفوا أعمالك ناجحة، بداية من فيلم في كان، وإن شاء الله تنورنا في الفترة المقبلة لتونس. أستاذ محمد رمضان النجم نمبر 1، شكرا ليك. نحب نخلي لك كلمة الختام، رسالة للجمهور التونسي اللي يسمع فيك. تحياتي طبعا للجمهور التونسي الغالي، وتحياتي للبلد الحبيبة حكومة وشعبا، وأشوفكم على خير وبخير، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم، وأرجوكم ما تلتفتوش لأي أشياء غير صحيحة ممكن تكون بتتصدر عن مش عننا بس، عن أي فنان، ان ممكن تصرفات او مواقف في حياته تخليك ترسم صوره خاطئه. ولكن انا بشوف ان خطواتنا هي اللي بترسم ملامحنا، احنا بعد عمر هنبدا نفهم محمد رمضان في الموقف ده كان قاصد انه يرسخ صوره معينه لجمهور معين. فاحيانا بيصدر مننا اشياء بنبقى قاصدين بيها ناس، وفي ناس تانية بتفهم بشكل تاني خالص. يعني ساعات بعمل أشياء ممكن تبقى بخاطب بيها الجمهور الغربي أو الجمهور يعني جمهور آخر غير الجمهور التونسي أو الجمهور المصري، ولكن بيحصل سايد افكت، يعني عارف بيحصل إن بيفهموا الموضوع بشكل خاطئ. فبقول لهم يعني يصبروا علينا، واحنا لسه ما زلنا في بدايه الطريق. انا سني 36 سنه، كتير نجوم وهم في سني ما كانوش لسه بداوا. صحيح صحيح. ما فاجأتني بالحق، 36 سنه وتبارك الله الافلام والنجاحات وغيره الحمد لله. معناتها تقول في بدايتك كما عايز الجمهور يتريث ويصبر، واحنا ربنا يدينا الصحه وطول العمر فيما يرضيه. احنا عايشين عمر سوا، فما نتسرعش في الاحكام سواء ايجابيه او سلبيه. اي ولكن يعني لا باش نسالك، لا جبت لي سؤال، 36 سنه ما زلت شاب، شنو الحاجه اللي عملتها وندمت عليها قلت كان طيش شباب؟ والله الحمد لله رب العالمين، ما عنديش شيء انا عملته وندمان عليه خالص، لان كل شيء عملته كان بناء على تخطيط، بناء على وعي، زي ما سيدنا علي كرم الله وجهه قال: الوعي قبل السعي. انا ما فيش خطوه انا ابدو من بعض التصرفات ان انا شخص اهوى او شخص طائش او شخص ما بيفكرش، ولكن الحقيقه ان انا بتأنى بشكل كبير وعندي وعي كل خطوه باخدها،
ولذلك عمري ما ندمت على خطوة خدتها. كل خطوة عملتها حتى الحاجات اللي بيبقى فيها علامات استفهام او ايه ده هو ليه بيعمل كده، بيبقى ليا فيها اغراض ممكن تبقى مش الجمهور يبقى ما عندوش استيعاب ليها او مش فاهم هو ليه بيتصور مع العربيات، طب هو بيعمل كده ليه؟ انا ممكن ابقى بخاطب جمهور تاني، يعني ممكن ابقى بكلم جمهور تاني عايز اقول له ان انا مش من الناس اللي بتروح دول معينه تنبهر بالعربيات الفراري وتتصور معاها، لا انا مش محتاج، انا العربيات دي اوريدي مرميه في مصر. فببقى بخاطب ناس وبعمل ده فور استراتيجي ولكن بيتفهم بشكل خاطئ، فبيفهموا ان انا شخص يعني فاهم بيعمل ده بيضايقنا او بيستفزنا او كذا. يعني انا عمري في حياتي ما استفز جمهور، انا خارج من احشاء، انا طالع انا يعني راجل من الطبقه يعني ممكن تبقى الطبقه البسيطه خالص، ولكن كل شيء بعمله والله بيبقى ليا اهداف فيه وفي رسائل ببقى عايز اوصلها ممكن لشرايح تانية او مجتمعات تانية او حاجات بشكل كبير. وانت باش نقفل معناتها وان شاء الله يا رب يكون لنا حوار مطول ونعرفوا بداياتك، التعب اللي تعبته، الجهد الكبير اللي بذلته باش توصل، تصرفاتك كيفاش جريت ورا النجاح وخذيته باستحقاق، وربما هذا يغضب بعض الاطراف لانها مش قابله نجاحك لانك من الطبقه الشعبيه وطلعت من وسط الشعب، ومحبه الجمهور العريض في مصر والعالم العربي ليك ربما تزعج برشا اطراف اخرى، هذا صحيح. وقصه نجاحك كبيره ومهمه وتدل انه الشخص لما يواصل ولما يجتهد ويجتهد 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 النجاح لن يهرب عليه. شكرا لك أستاذ محمد رمضان، إن شاء الله نتقابلوا عن قريب ويكون حوار أفضل. شكرا لك. الله يكرمك. تحياتي يعيشك. شكرا لك الفنان المصري محمد رمضان اللي قال